كنا إحنا في المواقف الحياتية اللي بتصير بحياتنا لما نكون مع الناس أو نعمل أي إشي، دائماً بنحكي مع حالنا كلام أو كلمات معينة. هاي الكلمات اللي إحنا بنحكيها مع حالنا اللي هي بنسمي إحنا حوار مع حالنا، ممكن تكون حوار مشجع بيشجعنا بيدفعنا بيحفزنا لقدام، ما بيرجعنا لورا، يعني مخلينا ننجز الأشياء بشكل عادي، خلينا نستمتع بالإشي اللي عم نعمله، وبالتالي نتقبل أشياء معينة هي مش غلط. هذا هو الحديث الإيجابي أو المنطقي. أو ممكن يكون حديث سلبي مع حالنا باختيار كلمات هي سلبية، بتهدم ثقتنا بأنفسنا، بتضعفنا، بتخلينا ما ننجز الأشياء، بنبعد عن الأشياء الحلوة، ما بنتقبل إنه الأشياء لما